هو بالنسبة للتسريبات ما كانوش حيتاش كانوا هذا كانوا عندنا كاين لي كونترول كاينين اللي كي الناس حاضرين قبل ما تدخل ومن بعد ما تدخل يعني داك الشيء شويه كان مزير على الدراري. ما بالنسبه للامتحان واش كان صعيب ولا ما كانش صعيب كان في متناول غير اللي كان بريباري غادي ينجح واللي ما كانش بريباري ما غاديش يجيب شي حاجه. شاني شويه صعيب في الفيزيك شحروا لينا شويه وصعبوا علينا ولكن المهم الحمد لله كل شيء داز مزيان وحنا غاديين دابا بشوي بشوي مزيان واخا جانا السدراكي تتبقى ديما صعيب. ما كانوا التسريبات لا والو الامتحان داز مزيان الحمد لله. اوا الشيء مشوي صعيب حطوا لنا الاسطاره عاودوا لينا و كهرباء شويه سهل. لا ما كاينينش داك الاليات كاين حراس كيديروا خدمتهم وصافي. ممكن كانش تما القاعه اللي دوزنا فيها حنا ما كان لا نقله لا والو.